بخير، نتمنى ربي يحفظكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم فيديو جديد ونهار جديد، غنعدل معكم مقرط الطريقه ديالي. انا عندي هنايا كيلو ديال السميده مواسطه، عندي هنايا مغروفه ديال الطحين ديال الفرس، عندي هنايا مغروفه ديال الخميره ديال الحلوى، عندي جوج مغارف السكر، وعندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، وكاس ديال الزيت ديال كاس الاتاي. انا نوريكم هذا الكاس هذا ديال الزيت والزبده، 250 غرام ديال الزبده وكاس ديال الزيت، وعندي عندي كاس د الماء زهر والماء، ماشي كاس، يعني كنخلط نص نص د الماء زهر ونص د الماء. ها هي زلافه عندي هنايا، وغنعمل شتيتو د الملح. دا غنعمل هنايا السكر، غنعمل الطحين، خميره د الحلوى، شويه د الملح، نخلط النواشف كاملين اللي عطيتو، دابا غادي نعمل هاد الزيت والزبده مع بعضيتو ما هما. وغنبسبس هاد الزبده مع الزيت، غنبسبسهم مع بعضيتو تيدخل هادشي كامل فيه. دابا غادي نبقى نعمل شويه بشويه الماء، ما غنعملهمش كاملين دابا، غنخليهم حتى من دابا واحد ساعه ولا اكثر، حتى العشيه مره، حتى انا دابا الصباح حتى نسالي الشغل ديالي كامل، وديك الساعه نيت كنخليها ترتاح. وانتوما الا بغيتو تعملوها بالليل وتخليوها نص الصباح، وعاد كملوا داك الماء اللي غيبقى لكم، ما تعجنوهاش. هي هيدا ما تعجنوهاش، غير هيدا بالصبعين ديالكم. انا ما كيعملوا له بينيه، انا ما عنديش بينيه، ما عملتالو شي، واللي بغى يعمل له حبه حلاوه والنافع يعملها، انا ما نعملهاش حيت غادي نعملو الحشوه ديالها، غنعملها بالتمر، غنعمل فيها الجنجلان. صافي نخليها هيدا، غنغطيها ونخليها حتى العشيه مره، وغنكمل عليها، والما ديالها اللي بقاو ليها هما، وصافي حتى العشيه. هانتوما خوتي من بعد ما رجعنا، شوفوا هادي القولين ما هنايا، بسم الله. هي دابا غنزيد على هاد الما كاملين، ما خصنيش نعجنها، فهمتو؟ خصني نعين هيدا صافي بالصبعين ديالي. هيا نجمعها شويه، خليها شويه ترتاح، من
ما نعمل التمر نعدلو الجنجر نعملو الإقامة ديالو ونخليها شتي ترتاح. دابا نعملو التمر، نعملو شوية الجنجلان وراك عيب باش يجينا داك مذاق ديال الجنجلان. غنعمل واحد مغروفة الزبدة شي عامرة غير باش تطلق معنا التمر. وشوية قرفة، عندك ما تكونش قرفة عاود. نعدل المظهر بسم الله. ندخل هاد الجنجلان والزبده والمظهر كامل داك التمر عادك. ها هي دابا رجعنا لينا، نشبر هيدا نشبر الحريبلات ديال التمر. باش يجيوني قد قد. دابا غنبقى نجمع هادي ونرجع لتحت. تسمتيني شويه السميده، ها هي انا مثل شتيتو السميده وكنبقى نعوض هيد. خصني تجي قد قد. انا مجوز 70 هيدا هادي جات غليظة وهادي رقيقة. أنا بغيتها هايدة، بغيتها شي هايدة. هادا غنقليهم.
ماما شنو هذا؟ مقرط. عواو بس عواو شكون تخلي ولا العافية ناقصة. نقليت هذا شوية قليتهم هاد قليت هاد القلية هادي كيفاش غادي نعسلوها العسل واعر. دابا نقلبو ولكن ضروري خاص تكون بوطة حالية باش كيطيبو لنا مزيانين باش ميبقوش من داخل معجنين باش حتى من داخل كيطيبو. هانتوما مكيتفتتو ما حتى شي حاجة الصراحة. شنو حبيبي كاين؟ طبعا حيد هادو من الزيت نقطرو مزيان نعملو مثل العسل نيشا. نخليها في العسل حتى غدا في الصباح ونحيدها باش تشرب لي العسل مزيان على خاطره. صافي اخوتي هذا هو المقرط ديالي د اليوم جا زعما الصراحه ما نقول لكمش كيفاش والله العظيم لا كيحمق جا غزال هشيش فتي ومزيون الصراحه ما تفتح لي ما حتى شي حاجه جا كيحمق. نصحكم تعدلوا الطريقة ديالي أنا ويجيكم كحمق وشكرا وسلام عليكم تصبحوا على خير. لأن كنت نخليها تبات في العسل وقلت لا محتاجشي لأن شربت العسل مزيونة جاتني قيستها جاتني مزيونة قلت صافي صافي نحيد أحسن دابا وصافي. عملوا لي لايك ما تنساوشي وبارطاجي وشي كومونتاريوس مزيونين وسلام عليكم.